احباب الروقي يحييكم وكيتمنى لكم الصحه والسلامه طول العمر. الحلقه ديال اليوم غتكون هي الكماله ديال السلسله اللي بديناها ديال المجامر. المجمر ديال اليوم مسخوط الوالدين بحيث ركب في مولاه الكونسير وما خرج للدنيا حتى صفها ليه وخربق ليه الكارت مير. وباش بلا ما نطول عليكم وعلى ضيفتنا اللي تقدر تصفيها لينا وتصيفطنا، وقفوا ورحبوا بسوبر سينك، صفقوا عليها، زيدوا صفقوا عليها. هاد المبروكه اخوتي كانت كتسمى بالاير 5 في البريمير جينيراسيون ديالها وبالسوبر 5 في الدوزيام جينيراسيون، وكانت كتباع بالسميه ديال رونو لوكار في ميريكان وكندا. الاير 5 بدات خدمتها في 72 ودرو ستيلات مزيان من طرف الاسطوره مارسيلو غونديني في 84 باش في الاخير تشتقعدها في 96 وتخلي بلاصتها للتوينغو والكليو، وتباعت منها على ينستد المليون حبه في العالم. وكيف ما تيقولوا ربي كيوضع سره في اضعف خلقه. هاد السليعفانه اللي ديزاينها ميشيل بوي في اوقات الفراغ ديالو ولات هي السياره الاكثر مبيعا في العالم ما بين الفتره ديال 72 حتى 86. وباش بلا ما يزيد شي واحد علينا وعليكم اخوتي، بداك القر ديال ايوا هادي قديمه واكل عليها الدهر والشارب، جبت ليكم واحد الروبورتاج داروه الناس اللي مكلفين بالشين لي بيتيت اوبزرفاسيون اوتوموبيل، اللي جابوا واحد الصاد في عمره 25 عام. هاد الاخ عنده كوليكسيون على قدها ديال لي سوبر 5 بحيث عنده 9 الشكال والنواع بحال هذا تي اس اللي في الفيديو والجي تي اس والتي اكس وزيد وزيد، وما تيركب غير عليهم. هاد خونا عنده لو شوا انه يشري اخر مخرج في الحديد، ولكن الحب والعشق اللي عنده لهاد المجامر خلاه يمشي عكس التيار. ما علينا، هاد الاير 5 بقوه اني بالضمير اللي عذبها وشرشم ليها المشاعر مرضات بلا سكيزوفريني ولاو عندها شله شخصيات، مره كتبان ضعيفه وخجوله ومره قويه ومغروره. ونبداو بالشخصيه الضعيفه اللي طلونصات في 72 وتسمت بالال وتال واستعملت نفس البلاتفورم ونفس البواطه فيتاس والموتور اللي كانوا في الرونو 4. هاد الموتور معروف باللونجيتيدونالي مونتد انجن بحيث الكرانك شافت ديالو كيجي اوريونتي جهه الشاسي ديال الطوموبيل، والبواطه فيتاس كتكون القدام حدا الرادياتور. والاكثر من هادشي اخوتي ان اللوفي دو فيتاس كيجي لاصق في الطابلو تيمنا بالاير 4، وكتجيب الموتور ديال الكات سيلندر اسبيراسيون ناتورال واللي سعته 845 سي سي وكيخرج لينا 36 عود و56 نيوتن متر ديال الكوبل، ولا بالموتور ديال الان لتر واللي كيخرج لينا 43 عود و64 نيوتن متر ديال الكوبل، وكتخرج حصريا بالتروا بورت. ففي 1973 اخوتي الرونو حولت البوزيسيون ديال لوفي دو فيتاس وهبطاتو لتحت، وفي 74 تلونسات بالفينيسيون ال اس والتي اس وخرج فيها الموتور اللي كان في الاير 12 واللي هو الان 3 لتر وكيخرج لينا 64 عود و92 نيوتن متر ديال الكوبل. السرعه القصوى في حدود 151 كيلومتر في الساعه. اما في 79 ولاول مره رونو لونساتها بالفيرسيون ديال 5 بورت، وفينالمون في 84 ترومبلاسات بالدوزيام جينيراسيون اللي كانت معروفه بالسوبر 5 بلوس 5 كولا 5. هاد السوبر 5 ديزاينها الطالياني مارسيلو غونديني اللي معروف انه خدم في كل شيء، لي زيليكوبتر بحال الهيلي سبورت سي ار 7 والكاميوات، وبالاخص معروف بالاعمال ديالو في السيكتور اوتوموبيل بحال البوغاتي او بي 110 واللانسيا ستراتوس ودي توماس بونتيرا. وديما خوتي منين تركبوا في هاد السوبر 5 ديروا في بالكم ان اليدين اللي رسموها هما نفسهم اليدين اللي رسموا افضل انواع السيارات. اما البلان زوين في هاد السوبر 5 انها تخلات على الشكل القبيح ديال الاير 5 والموتور والبلاتفورم ديال الاير 4، وفي عوض هادشي ولات مبازيه على الشاسي ديال الاير 9 والاير 12، وفي عوض الموتور لونجيتودينال ولات كتخرج بالموتور ترانسفيرسال بحالها بحال اي سوبر ميني كانت في ديك الوقيته. بالنسبه للوفر ديال الموتوريزاسيون ومازال هنايا كنهضروا على الشخصيه الضعيفه ديالها، وباش بلا ما نطولوا غنشوفوا جميع الماطر ديال ليسونس والديزل اللي خرجوا في الموديلات اللي عندنا في البلاد. فبالاضافه للموتور ديال الان لتر اللي كنا هضرنا عليه، في هذا الدوزيام جينيراسيون تزاد موتور اخر واللي هو الان لتر ان 4 سيلندر كاربيراتور كيخرج لينا 47 عود و79 نيوتن متر ديال الكوبل. الزيرو اسون كيتدار في الله وعلم، والسرعه القصوى في حدود 143 كيلومتر في الساعه، وكيجي اسوسي بالبواطه فيتاس مانيويل 4 رابور، والكونسوماسيون في الغالب ما كتفوتش 5%. ليكسبسيون اللي كاين هنايا اخوتي هو في 85 طلونسات ولي اول مره بموتور ديزل في لي
لي فيرسيون ديال الاس تي و تي دي و جي تي دي. هذا الموتور هو الكات سيلندر 1.6 لتر كيخرج لينا 54 عود و 100 نيوتن متر ديال الكوبل. الزيرو اسون كيتدار في حدود المجهول والسرعه القصوى في حدود 150 كيلومتر في الساعه، وكيجي اسوسي بالبواطه فيتاس مانيوال 5 رابور والكونسوماسيون في حدود 3.9%، الشيء اللي ما يمكنش تلقاه في لي فواتور ديال الهبريد. موتور اخر ديزل اللي خرج في هذا السوبر سايك واللي هو ال 9 لتر، ولكن خرج حصريا في الفيرسيون اوتيليتير واللي تسمات من بعد الاكسبريس. عرنا دابا نهضروا على الشخصيه القويه والنشيطه والهوت هاتش باك ديال هاد المبروكه واللي كتسمى بالرونو 5 توربو، واللي تديزاينات في الاصل على قبل الراليات وبالضبط في الجروب 4. وكيف ما جرات العاده في العالم ديال الراليات ان الشركه خاصها تنتج 400 حبه رود ليجل من الموديل عاد كتعطى ليها لومولوغاسيون. الرونو اخوتي باعت دوك 400 حبه في السماء، داكشي علاش قررت انها تكمل في انتاجهم، وهاد العدد وصل في 86 ل 5000 حبه ما بين توربو 1 وتوربو. هاد الفرنش ستار كتعتبر سوبر كار ماشي تا سوبر ميني، بحيث الموتور تمونطا من مورشي فور. هاد الديزاين كيتسمى بالميدنجن رير ويل درايف، واللي سسبونسيون اللي جاو فيها دوريجين البين ا 310 في 6، والبواطا فيتاس مانيوال جايه من الرونو 30 تي اكس. هاد الموتور اخوتي هو ال 1.4 لتر انجكسيون بوش والتوربو من عند الكاريت، كيخرج لينا 158 عود و 221 نيوتن متر ديال الكوبل. الزيرو اسون كيتدار في 6.6 ديال الثواني. بودو اخوتي جات بنفس السبيكس، الفرق كاين في لي سياج ديال البيرتون وطابلو دبور ديال الار 5 البين والبري اللي ناقص مقارنه مع التوربو 1. المشعل ديال هاد الفيرسيون اخوتي غتهزو الكليو في 6 في 1998 وغطلع لابار مزيان، ومن داك الوقت لدابا حتى شي كونستريكتور ما قد يخرج شي موديل بحالها من غير الكونسيبت ديال الجولف 5 مولات الدبليو 12 واللي ما عمره تباع ولا تشرى. من غير هاد الوجه سبورتيف الرونو مشات بعيد بهاد الار 5 وخرجت لينا في 87 اون فيرسيون دو لوكس واللي سماتها باكارا. هاد الفيرسيون اخوتي كتسمى بلو بوتي رولز رويس، بحيث كتجي مفرقعه بالكونفور والرفاهيه بحال لي سياج الكتريك كوير اللي تصنعوا سبيسيالمون من طرف كونيلي واللي كان اليبوك هو الفورنيسور اكسكلوزيف ديال رولز رويس. ايه نعماسي، وكتجي بطوا اوفرون والديريكسيون اسيستي والاورديناتور دو بور ولاكليم والسيستيم اوديو بريميوم. وبلا ما نساو اخوتي جي تي توربو رايدر واللوكار سبورت والجورديني والكوبا توربو وزيد وزيد. ودابا اجي ونشوفوا واش ضيفتنا مجتهده في ماده السلامه. الار 5 دارت بالمثله ديال تبع حرفه بوك لي غلبو، وفحال كاع الطوموبيلات ديال فرنسا اللي تنتجوا في الثمانينات هذا الطوموبيل كتسنى غير الفرصه باش تصفيها المولاها. ففحال الكسيده وجهك كيتخشى وكيتشلخ في الفولون، والموتور تيدخل لانتيريور يسلم عليك بقوه الصدمه. رانا دابا ندوزوا لفقره جماد ودينات، بحيث درت واحد المجموعه من الاتصالات مع ناس كسبوا هذا الموديل وعاشوا مع عمر طويل. ونبداو اخوتي الشهاده الاولى ديال واحد الصات سميتو ادم، مومبر وجوري في اشهر كلوب ديال لي سوبر سايك في فرنسا. الطوموبيل اللي عنده موديل 90 مولات 1 لتر ان اسونس وضارب بها لحد الان 375 الف كيلومتر، وكيقول على ان لونتروتيان ديال هذا المجمر سامبل واي واحد عنده معرفه سطحيه بالميكانيك يقدر يخدم فيه، وكيضيف على انه هو اللي مكلف بها وما عمره دهل عند شي كراج الميكانيك. الموتور ديال 1 لتر ان بالنسبه ليه قوي مقارنه مع الشاسي الخفيف ديال السوبر سايك. اللوك ديالها رائع خاصة في البرون ارابيكا والبوردو والسيكويا، وكيزيد يزيان بليجوند ديال دي اس او ساتورن. وخا هكاك الكاروسري بالنسبة ليه فراجيل ودغيا كيشد فيه صدى وكيرشا الا ما كانتش العناية، وكينصح اي واحد عنده سوبر سانك باش يرشها بالسيراميك وديما يفيريفي الدرين بلاكس ويضربها بالدبل في دي 40 من التحت. هاد الاخ اخوتي بحالو بحال الاخ اللي شفتو في الروبورتاج، عنده ما يكفي باش يشري الكلاس سي 2022، وبحالو بحال كاع لي فرونسي ما عندهمش مع لو لوكس والشيكي. هاد الاخ فضل انه يسوق سوبر سانك لمده 20 عام ويضرب بها 270 الف كيلومتر من نهار فاش شراها في 2002، وكيضيف على انه مازال خدام بالكيت دومبرياج دوريجين. والواعره كاع في هادشي هو ان هاد الموتور فيه الشانت ديستريبيسيون ومهنيه من تبدل الكروا وفريع راسها. ارانا نعم اسيدي ندوزو للشهاده الثانيه ديال واحد العسكري متقاعد شارك في لاكير دي غولف في 91. هاد الاخ شرا مؤخرا هاد سوبر سانك موديل 95 مولات 1
تانكات ليتر ب 800 اورو يعني 160 الف ريال، وكانت ضاربه يلاه 127 الف كيلومتر وبونيطه كيف ما تنقولوا. السيد كيحماق على هذا الطوموبيل وكيقول على انها نيرفوس في الطريق وكونفورتابل وبراتيك وفيابل وزوينه في السوكان بسبب الديريكسيون اللي خفيفه وايكونوميك بسبب البواطه فيتاس مانويل سايكرابور اللي بالنسبه ليه بيان ايطاجي. وكيف ما قاع الطوموبيلات ديال الثمانينات كيقول على ان الانتيريور هشيشه كي غريبه وكل مره كيطيح منها طرف، الفريناج ضعيف والبادي رول في الفيراجات كينعجل، وهذا الوضع بالضبط كيتفاقم في الوقيته الشتاء. ايوا يا الحباب، الحلقه ديال اليوم سالات، نتمنى انها تكون عجباتكم وفاتكم، وميعادنا ان شاء الله يتجدد من هنا واحد اليومين. وهذا الشيء كامل اللي قلناه اخوتي غير باش تعيشوا الحياه وبلاصه على الميكانيسيانات. اتهلا.